اول شيء بعد الحرب بنام بتجوز. والله انا مشتاق لاولادي تطمن عليهم وابعد معهم وانسى العالم الخارجي كله. حلو. ساحاول السيطره على العالم. بدي ادور على جواز سفري واطلع. تمام. انا نسقت وجاهز. اول شغله بدي اعملها بعد الحرب بدي اطمن على اهلي وبدي اسافر برا البلد ومش راجع نهائيا. بدي اروح على البحر واقعد وافطر واشرب شاي وهيك بس اضل لحد الغروب لحد ما تنزل الشمس بعد ما اروح. حلو. نعم اسبوع كامل بدي انوخ سفر على المعبر. بالنسبه الكبيره سفر نعم. الصمت طويلا. دور على بيت انام فيه. ليش وين بيتك؟ في الحرب. شو بدك تعمل بعد الحرب؟ مش حامل حضلني ساكت. اول حاجه بعد الحرب بدي اشوف عيلتي. انا الي من اول ما بدات الحرب ما شفت حدا منهم. مستقبله كثير. اروح اشوف امي واشوف العيله واشوف الدنيا واحلق لكل البشر. اطفي جوالاتي وانام. اشتقت لبنتي كثير. أول حاجة أعملها بعد الحرب غير أنهام. والله أنت يا عبد تصلي جوالي أنام ثلاثة أيام بعدها أشوف دكتور نفساني.